السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. النهاردة هعمل لكم صنف حلو قديم قوي، امهاتنا كانت بتعمله جميل جدا، اسمه بسكوت باليانسون. هعمله بالطريقة القديمة زي ما اتعلمته من امي، يا رب يعجبكم ان شاء الله. احنا هنا المقادير: دقيق، انا جبت كوباية زي دي كده. بصي هقول لحضرتك حاجه، ما تقيديش بالكوبايه دي، اي كوبايه عندك، اي معيار انت هتوزني بيه، يعني الكوبايه دي انا اللي قست بيها، انت اي حاجه المهم تقيسي بيها او توزني بيها، نفس السكر ونفس الزيت ونفس الدقيق. دي 3 كوبايات دقيق، كوبايه سكر، كوبايه سكر، 4 بيضات عليهم كيس فانيليا، انا بحب احط لها فانيليا برغم ان هو يبقى فيه ينسون، كوبايه زيت ماشي، و3 معالق ونص ينسون. خلاص هنا بقى الدقيق، 3 كوبايات دي انا بحب احط عليهم بيكنج باودر، هيدي له هشاشه وطعم حلو. فانا هعمل ايه؟ انا طبعا هنشيل الكوبايه دي، خلاص احنا اتفقنا ان هو الكوبايه اللي عندك. هاخد نص معلقه بيكنج باودر، انا بلاش احط البيكنج باودر من وراكي، بصي اهو كده نص معلقه بيكنج باودر بس، بيدي هشاشه حلوه. وهنحط ذره ملح، طبعا ذره الملح برده بتدي طعم حلو مع الحاجات المسكره. هنحط رشه ملح صغيره خلاص، وهنبتدي نعمل ايه؟ انا هعملها لكم بالطريقه القديمه خالص. النهارده هبتدي اقلب الخامات اللي هي ايه، الحاجات الجافه، وهنزل اليانسون. هو سهل قوي، سهل جدا يعني، وجميل جدا ومفيد قوي لاولادنا والاطفالنا، خصوصا اليومين دول هما في المدرسه. بصوا خلاص انا عملت كده ماشي، هتاخد ده دلوقتي وهبتدي نضرب الحاجه، المواد السائله هجيب حاجة زي دي كده. احنا البيض ده زي ما قلنا احنا حاطين عليه فانيليا، انا ممكن اكتفي باليانسون بس انا بصراحة بحب احط عليه فانيليا. هحط السكر، كوباية سكر، كتري السكر، هي كوباية يعني نفس كوباية الدقيق، هي كوباية زيت، كوباية سكر، وكوباية و4 بيضات. طبعا انت عايزة تزودي الكمية هتضعفي، يبقى هتضعفيها الكمية دي الستاندر زي ما بيقولوا، اللي هي المقاس الكمية المعروفة. الخليط كله عندي اتضرب بقى ناعم ماشي. بصي بقى ناعم ازاي، ممكن تستعملي سكر بودره، لو استعملت سكر بودره ممكن تعمليه على ايدك كله، ما تحتاجيش خالص، ممكن اي يعني مضرب او خلاط لو سكر عندك بودره. هبتدي انزل الخليط السائل ده هنا كده ونبتدي نقلب. بصوا هبتدي انزله كده كله مره واحده، هبتدي اقلب، هفضيها كلها، ولو احتاجت دي هنحط احنا مع بعض، لو ما احتاجتش هي بتبقى عامله تشبه الكيكه. بصي حضرتك هبتدي اعمل كده، هبتدي كده ريحتها حلوه حتى وهي لسه نيه، ما دخلتش الفرن ريحتها حلوه قوي. احنا دي هنبتدي نعملها كده، هي هتبقى زي الكيكه بس الكيكه التقيله، التقيله في الملمس، مش هتبقى ناعمه قوي. احنا هنا لا، هنحتاج لها شويه لبن بسيط جدا او شويه ميه، مش هحتاج اكتر من كده. هاخد شويه ميه صغيرين عشان بس، والميه هحطها فين؟ بصوا هحطها في دي كده بس عشان اخد الحبه اللي تحت دول كده. طبعا انا قايله لك على مقادير اللي هي البيضه، البيض الكبير مش البيض البلدي، 4 بيضات بيض كبير مش بيض بلدي ماشي. احتاجت لا عايزه تحطي لبن حطي، مش عايزه اعملي كده شويه ميه صغيرين، حوالي 3 معالق ميه يعني ربع كوبايه ميه، ربع كوبايه ميه. تيجي بصي بصي هي كده، انا عايزه السم كده. هجيب ايه بقى؟ هجيب صينيه هدهنها زيت حلو قوي قوي، يعني انا عايزه بصي هنا من تحت، هنا من تحت كده فيها دقيق، ابتدي اخد بالسباتيولا كده
كل دي اللي تحت عندي ده هي تخينه. انت ما تقوليش لا دي تخينه وحشه، لا انا عايزاها كده، انا عايزاها ملمسها كده. بصي انا عايزاها بالمنظر ده، تخينه كده. بصي انا عايزاها كده. بصي دي صينيه، بصي كلها زيت اهي. معلش انا لازم هستخدم ايدي، ان ايه احنا هنبتدي نفضيها. بصوا هفضيها في الصينيه، هي تقيله. بصوا في دي برضو ازاي تحت، رغم ان احنا دعكناها قوي. ابتدي انزلها في الصينيه، انا بعمل لك الخطوات كلها قدامي عشان تبقي عارفاها. هي اكله قديمه من التراث القديم، صنف حلو قوي جميل جدا، والطريقه القديمه بتاعت امهاتنا دي حلوه قوي قوي قوي، بتطلع معاكي النتيجه مظبوطه. بصي ناخد كل الكميه، ابتدي اعمل ايه، ابتدي اخد من الزيت اللي هنا، ابتدي انزل كده. بصوا ابتدي احركها، هاخد من الزيت اللي هنا، هاخد من الجنب كده، هاخد ده. لازم انضف الحروف دي كلها، لازم انضف عشان ما تتحرقش مني. بصي الزيت اهو، الزيت ده هو اللي هيحمرها لي. بصوا انا بسويها بايدي كده. بصي لو حسيتي ان زيت كتير او مش هيعجبك صفي منه شويه، بس الزيت هو اللي هيحمرها وهيشربها، ما تقلقيش. هننضف كده الجناب دي كلها كده، بس كده كلها بقت سوا واحد وسمك واحد. هتدخل فرن 200 درجه رف وسط لحد ما تبقى زي الكيكه، احمرت وبقت طريه من جوه ونضيفه. نشوف هنكملها ازاي. بصوا هنا يا حبايبي اهي طلعت ماشي. هنعمل ايه؟ هنجيب سكينه رفيعه كده استوت. بصوا سكينه نضيفه ما فيهاش اي حاجه، حط تاني سكينه نضيفه مفيهاش اي حاجه. هنعمل ايه؟ هفكها هنا كده من الجناب ماشي، وابتدي احاول احركها. بصوا انا محركاها، هي طبعا عشان فيها زيت بتتحرك. وابتدي احط كده واقلبها على الصاج ده. انا بحاول اعمل كل الخطوات قدامك علشان خاطر عارفه هي بتتعمل ازاي. هي ده شكلها. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب سكينه، اي سكينه عندك، هنبتدي نقطع كده. بصي هنقطع بالطول السمك اللي انت عايزاه ماشي. انا هبتدي اقطعها كده شرايح رفيعه، هي شرايح رفيعه، هنبتدي نقطعها كده. بصي هنخلصها خالص عشان انا عايزاها. بصي اهي كده، كده اتخلصت اهي كده. ابتدي اروح برده ماسكه كده من هنا، هي سخنه جدا لازم، وهي سخنه هبتدي اقسم دي على اتنين واروح سايباها كده، واقسم دي كده، واقسم دي كده، واحطهم هنا كده. ابتدي ليه انا نزلتها على ال، هي سخنه، ليه نزلتها على ال الصاج؟ عشان مش عارفه اشيلها وهي سخنه. بصوا كده، بصوا كده سلكيها ماشي. هنعمل ايه بعد ما نعمل كده؟ هنروح مقطعينها هحطها في الفرن زي ما هو لسه 200 الفرن، زي ما هو رف وسط لحد ما تتحمر من هنا وتنشف. هبتدي اروح مديرها الناحيه التانيه، تتحمر وتنشف خلاص هبتدي اطلعها ونبتدي نشوفها في التقديم. انا هكمل بقيه تقطيعها وبعد كده هنشوف التقديم هيبقى شكلها ايه. هنضيرها لما تنشف من الناحيه دي، نرجع نضيرها لما تنشف، نرجع نضيرها. انا حبايبي بعد ما طلع ده بيبقى لونه بيبقى حلو قوي، تسيبيه خالص في الجو العادي بعد ما بيطلع من الفرن، تسيبيه خالص في الجو العادي لحد ما يبرد تماما. بتقدم جنبي شاي، بتقدميه الصبح لاولادك قبل ما يروحوا المدرسه، بياخدوه معاهم في العلبه بتاعتهم. مغذي مفيد جدا وحلو قوي قوي قوي. يا ريت تجربوه وتقولوا لي ايه رايكم فيه. يا ريت تشتركوا في قناتي وتعملوا لي لايك وشير. بحبكم قوي قوي قوي. انا حنان رمضان.